كيف تفسر الآيات المتشابهات؟ ليعلم أن أهل السنة متفقون على أنه يجب ترك حمل الآيات المتشابهات على الظاهر، ولهم في تأويلها مسلكان كل منهما صحيح. المسلك الأول لأكثر السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى للهجرة، فإنهم يؤولون المتشابهات تأويلا إجماليا. والمسلك الثاني مسلك الخلف، فهم يؤولونها تأويلا تفصيليا، وإليك بيان ذلك. التأويل الإجمالي يكون برد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات، وذلك بالإيمان بها واعتقاد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين معنى لها، ولا يفسرونها على الظاهر المتبادر منها. فإذا سمع السلف أي أكثرهم قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ردوه إلى الآيات المحكمات كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وعلموا أن المعنى الظاهر أي المتبادر إلى الذهن من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وهو الاستقرار أو الجلوس ليس مرادا ولا هو معنى الآية لكونه من صفات المخلوقات، فهو مخالف للآية المحكمة ليس كمثله شيء، فأولوها تأويلا إجماليا فقالوا استوى استواء يليق به ليس جلوسا ولا استقرارا ولا يشبه أي صفة من صفات المخلوقين، وهذا معنى قول السلف استوى بلا كيف.